ما حقيقة زواج الفنانة نسرين طافش من رجل أعمال كويتي شهير؟ وشاهدوا حقائق ومعلومات أخرى لا تعرفونها عن الفنانة نسرين طافش. قبل مشاهدة الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. منذ أن أعلنت النجمة السورية نسرين طافش نبأ خطوبتها وقرب موعد زفافها، ولا حديث بين جمهورها إلا عن هوية العريس المنتظر الذي لم تكشف نسرين طافش عن هويته بعد، حيث نشرت اليوم عدد من الحسابات الفنية على مواقع التواصل أنباء تفيد بأن العريس هو رجل أعمال كويتي شهير. وحسب مواقع فنية فقد نفى مصدر مقرب من الفنانة السورية الأمر جملة وتفصيلا، مؤكدا على أن العريس ليس خليجيا من الأساس. وتابع المصدر أن الخطبة قد تمت بالفعل في وقت سابق، ولكن بشكل اقتصر على الأهل والأصدقاء فقط، وأنه من المتوقع أن يتم حفل الزفاف مع نهاية العام الجاري، وأن نسرين طافش سوف تعلن هوية الزوج إلى الجمهور في الوقت المناسب. نسرين طافش فنانة فلسطينية سورية تتمتع بطاقة تمثيلية رائعة وحضور قوي وشخصية جذابة أحبها ملايين المتابعين من جميع أنحاء العالم. هي واحدة من أهم النجمات في الدراما العربية، ولم يتوقف تميزها عند التمثيل فحسب، فهي تعد من أبرز النجمات اللواتي لفتن أنظار الجمهور بقوة بأزيائهن عبر السوشيال ميديا أو في المهرجانات. لقبت بالنجمة صاحبة أجمل إطلالات في الوطن العربي خلال السنوات الأخيرة الماضية. عملت جاهدة لتغيير أسلوبها في الموضة لتتمكن من دخول قائمة الأكثر أناقة، لتستعرض إطلالاتها المختلفة في الملابس والإكسسوارات العصرية. يتابع حسابها الخاص على إنستغرام الملايين، كما أنها نجمة تحيط حياتها العديد من الشائعات والمحطات المثيرة للجدل. إنها الفنانة نسرين طافش. اسمها بالكامل نسرين يوسف محمد طافش. ولدت بتاريخ 15 فبراير عام 1982. عمر الفنانة في 2020 38 سنة. ولدت في حلب في سوريا. مهنتها ممثلة ومغنية أيضا. سنوات نشاطها من 2002 حتى الآن. ورثت نسرين طافش حبها للفن عن طريق والدها الشاعر الفلسطيني السوري يوسف طافش، أما والدتها فهي من أصل جزائري، ولديها 7 شقيقات تأتي نسرين في الترتيب الأخير بينهن. بدأت نسرين طافش مسيرتها الفنية في دور صغير مع المخرج باسل الخطيب في مسلسل هولاكو، إلى جانب نخبة من الفنانين السوريين.
من بين هؤلاء الفنانين عبد الرحمن الرشي وهاني الروماني، صباح الجزائري وأيمن زيدان ونورمان أسعد، وتوالت بعدها مشاركتها في العديد من الأعمال الدرامية والمسرحية. ومن أبرز الأعمال الدرامية التي شاركت فيها نسرين طافش على سبيل المثال أهل الغرام، فنجان الدم، بنات العيلة، جلسات نسائية، وكذلك مسلسل صبايا ومسلسل ختم النمر، والذي كان سببا في انتشارها لدى الجمهور المصري. اتهمت الفنانة السورية ديما بياعة صديقتها نسرين طافش بإقامة علاقة مع زوجها السابق الممثل السوري تيم حسن، وهذا هو ما كان السبب الرئيسي وراء طلاق الثنائي ديما بياعة وتيم حسن. وأصدرت المحكمة في دبي حكمها بالقضية، وكان الحكم لصالح نسرين طافش، حيث تم تغريم ديما مبلغ 5,000 درهم بتهمة القذف ضد نسرين طافش. كما كتب الفنان تيم حسن وقتها تغريدة تحدث فيها عن أن ديما هي من تحب الحديث دائما عن الأسرار الزوجية. كان قد تداول وسط الفن أن هناك مشكلة ما بين نسرين طافش وزميلتها الممثلة جيني أسبر، وقد تحدثت جيني أسبر عن ذلك في لقاء تلفزيوني، حيث قالت أنها لا تتواصل مع نسرين طافش وأن ما يجمعها بها علاقة زملاء جيدة. ووضحت أن هناك فنانين من الممكن أن يكونوا أصدقاء على الصعيد الشخصي بعيدا عن الوسط الفني والعكس صحيح. كما صرحت في لقاء آخر بأنه لا يوجد كيمياء بينها وبين نسرين طافش، وأنها لا تعتبرها صديقتها أو رفيقتها على المستوى الشخصي رغم مشاركتها معها في أكثر من عمل. وقالت طافش لا تراني صديقة لها وأنا كذلك، نافي أن يكون هناك خلاف بينهما أو غيرة وحسد. بقولها نسرين طافش فنانة ناجحة تعمل على نفسها جيدا وأتمنى لها كل الخير. لم تعرف نسرين أن لقاءها بالمخرج طارق العريان في الجونة والإسكندرية سيكون مثار جدل كبير، خصوصا أن عدد من المجلات نقلت عن أصالة اتهامها بأنها خطافة رجالة، لترد نسرين في لقاء تلفزيوني قائلة أن تلك الأخبار مجرد إشاعة. كما قالت أيضا نسرين طافش أنا بحب أصالة جدا وبحب طارق قوي، والإشاعة هي اسمها كذا لأنها كذب، وأصبح لدي مناعة من هذا الموضوع. والشائعات هي ضريبة النجاح، وحتى أصالة نفسها طلعت ونفت الموضوع وقالت نسرين ملهاش دعوة، ولكن في ناس فاضية بحبوا يتسلوا في هاي المواضيع. وقد تحدثت نسرين طافش عن كل هذه الجنسيات التي تحيط بها قائلة في لقاء إذاعي أنا من أطلقت على نفسي أني خريجة جامعة الدول العربية، لأن والدتي من أصول جزائرية مغربية ووالدي فلسطيني من أصول سعودية، وولدت في سوريا في مدينة حلب، فأنا سورية طبعا وعشت 11 سنة في الإمارات والآن استقريت في مصر.